سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان. تقبل الله صالح الأعمال إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة من عندك، نستوجب بذلك غفران الذنوب، ستر العيوب، كشف الكروب، وشفاء المرضى، لا سيما مرضى هذا الوباء والبلاء، وقضاء الحوائج ببركة الصلوات. سلام على الشهداء، سلام على المضحين، سلام على جميع الشهداء الأبرياء منهم الذين رحلوا ضحية الإرهاب، والأبطال منهم قادة وجنود الذين حاربوا الإرهاب. سلام عليهم يوم باعوا فاشترى الله، وسلام عليهم يوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سلام على الشهداء يوم رحلوا فتركوا في القلب لوعة، وسلام على الشهداء يوم نزلوا في مستقر رحمة الله، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سلام على الشهداء وشكرا لهم، فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. المجتمع الذي لا يذكر شهداءه هو في غفلة، والمجتمع الذي لا يشكر شهداءه هو في تقصير. نرجو من الله أن لا نكون من الغافلين ولا نكون من المقصرين. هذا الذكر البسيط والشكر القليل هو من أبسط حقوقهم. نقرأ لهم الفاتحة مسبوقة بالصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لا
لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. وشاطرت الأرض وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد. الكون كله بكى على الحسين، كل شيء بكى على الحسين. وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهمين وثقل بالسيوف مقدد. فعترته بالسيف والسم بعضها وبعض بالفلايات مشرد. عذرا سيدي صاحب الزمان، الكلمات قاسية، عذرا نطلب السماح. فأي قتيل أصلت الشمس جسمه، فأي قتيل أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متوقد. لازم نعتذر مرة أخرى يا صاحب الزمان عذرا، وأي ذبيح داست الخيل صدره. إيوا حسينا. وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد. أنده ورد وجه داي لعند المرتضى حيده. يا علي يا أمير المؤمنين، الله يرحم حج معين السباك، راح يحكي لعلي بن أبي طالب شنو اللي صار. أنده
ورد وجه داي لعند المرتضى حيدر، واحكي له على هضم الطاف يسمع هالحكي يقدر. اريد احكي على هضم الطاف واريد المرتضى يسمع، وقل له عقب عين حسين العسكر على الفواطم ده. بعد يا علي ومن بين الزلم والخيل زينب يا علي تطلع. هاي الكلمات الغيور تهزه من اعماق ابو الحميه. يلا قلوا لي يا رجال يا كبار يا شباب، حتى الصبيان هم اسالهم يقبل هسه حرمه تفوت من داخل المجلس، قرايبه بتعمه اخته يقبل تفوت ها احبائي شوي ارد اجرح قلبك، تفوت وهي لابسه عبايتها ومحترمه ومعززه ومكرمه كل شيء بابي. ومن بين الزلم والخيل زينب يا علي تطلع، تصيح وتصفج الكفين يا اهل الله الطريق منين، اريد اوصل لاخوي حسين، اريد اوصل لاخوي حسين واخذ معصبي بيدي واقول له راحن الخدار. الله الله. اقول له راحن الخدار يا خويا وانتظر شي يقول، وقل لجيتك وخليت على خيمك الخيل تجول، وقل لجيتك وخليت على خيمك الخيل تجول، ويقوم ان شاء الله وياي اخوي الجان مو مجتول. الله يرحم حج معين. اسمع يقول له يا حيدر هاي حالته غريبة وفاجد، أخوته تقوم وتوقع وتنده، احضر يا علي احضر يا علي احضر، ولا هاشم اللي يسمعها الكلام راح يصير شوية صعب، بغيرة بحمية. احضر يا علي احضر، ولا هاشم اللي يسمعها، اعلى اخوها تنشد العدوان زحمة الخدر يمنعها. وين راحت؟ شنو عندها من طريق؟ شنو سبيلها؟ اعلى اخوها تنشد العدوان زحمة الخدر يمنعها، يا ناس تالي توجهت للتل، تالي توجهت للتل وجمر الحزن يدفعها، مشت زينب على كل حال ولو ما كانت على البال، صاحت هاي ما تنشال كلفة طلعتي كلفة يا ابويا منين هالعسكر، ناس ما شايفة خيالها، ناس ما سامعين صوتها، ناس ما شايفينها أبد. مشت زينب تريد التل ولعيون العدا بانت عليها، قلوبهم لانت انكسر خاطرهم عليها، عليها قلوبهم لانت وعليها هاي ما هانت، زينب واقفة على التل هاي ببال من كانت. بيت الدعاء عندك حاجة مريض افتح لي قلبك. مشت زينب تريد التل
ولعيون العدا بانت، عليها قلوبهم لانت، وعليها هاي ما هانت. زينب واقفة على التل هاي ببال من كانت، يا ناس كل ساعة تقع وتقوم، كل ساعة تقع وتقوم، وعلى مصرع وليها تحوم. والول يا نصيب الشوم، هاي ام الخدر والعز بالوديان تتعثر، نايم خيش لون نوم. قول زينب شلون ما طلعت روحها بذيك الساعة؟ شلون بقت مقاومة؟ الله الله، نايمة خيش لون نومة، والله نومة نومة، وحر الشمس غير رسومة. عندك ونا لولا، وحر الشمس غير يا رسوم. تقل من واي من واي المن بعد يحسين من واي خو يا ظن انقطع وانقطع رجواي. يا الله يا الله، يا ظن انقطع وانقطع، يا عرج واي. انعم جوابا، ارفع لي ايدك، افتح لي قلبك. هاي كلمات مقدمة للدعاء، سبب للاستجابة، تفتح باب الرحمة للدعاء. اقروا معي رجاكم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. ارفع لي صوتك ثلاثا. اللهم لعنهم جميعا. اطلبوا حوائجكم، نسألكم الدعاء، قدموا حاجة إمامكم ووالديكم، واطلب حاجة لغيرك، ثم اطلب حاجتك، تكون ضمان للإجابة إن شاء الله. اذكر لك مؤمن بحاجة، مريض، مكروب، مديون، مهموم. آمين رب العالمين. قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، صدق إمامنا الحسين عليه السلام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أحبائي، قبل لا نبدأ المجلس، حتى ما نربككم والمجلس يستقر وأنتم جالسين زحفوا مسافة قريبة، بارك الله فيكم، افسحوا يفسح الله لكم. مع الصلوات ثلاثا.
لا بأس بثلاث أخرى. يمكن حتى من حاربه ومن قاتله كان عنده وضوح تام من هذا الشخص اللي مقابل إليه، حتى اللي عارضه عسكريا واختلف معه سياسيا كان يعرفه من. يمكن هذا البيت الشعري يوضح أن المقابل شقد كان يعرف الحسين وهو معادل له وقد قاتله وقتله، يقول له: املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. هذا الكلام يوضح أن الحسين معروف قدامهم، هذول أعداء، ذول خصومة، ذول اللي اختلفوا وياه سياسيا وعادوه عسكريا، كيف بعد اللي اتبعه فضلا عن اللي التحق به؟ تشوف موقفهم كان ثابت، يقول له: لو أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر، لو فعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك، لأن كان يعرفه بوضوح، وعدوه يعرفه، خصمه يعرفه. لكن الإمام الحسين لما يقول: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، هذا كلام ما يقول الحسين هو كشخص، لأن هو كشخصية معروف، إمام قام أو قعد. أصلا أحبائي، هاي الرواية ينقلها جمهور المسلمين، هاي روح راجع كتاب الترمذي تلقى عنده هاي الرواية: حسين مني وأنا من حسين. يعني مو إحنا تبنيناها هاي الفكرة ولا إحنا نداعي بها، لا، جمهور المسلمين يقر بها، كتب الشيعة والسنة تقول هذه الروايات: الحسين إمام قام أو قعد، الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هاي كلمات قيلت بحق الحسين قبل واقعة الطف بخمسين سنة، يعني لها تأريخ، لها جذر، لها أساس، المجتمع متعارف عليها والكل يعرف من الحسين. لماذا قال الإمام الحسين: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما؟ هذه الأمور الأربعة أحبائي عقائديا لا تكون في ساحة المعصوم، المعصوم ما تكون في ساحته. خل أقرأ لك القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، موضوع مؤسس مقنن من قبل آلاف السنين، دستور لهالوظيفة، بروتوكول يمشون عليه الأنبياء والرسل والأئمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. مشروع مثبت، الظالم ما يشوفه ما يوصل له، وظيفة إذا مو الإنسان معصوم ما ينالها. فهاي الأربعة: أشرا، بطرا، ظالما، مفسدا، لا تكون في ساحة المعصوم، ما يمكن. والحسين لا تكون من هويته ومن صفاته ومن سماته أبدا، الحسين غير هذا، النقيض لذلك. الحسين هو لا أشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظلم، لا يكون حتى بالاحتمال. لكن لماذا جعل تلك القيود الإمام الحسين؟ هو إلفات نظرنا إلى ما قلناه قبل قليل: لا بد من الاطلاع على ملابسات الأمور،
الأحداث شنو كانت، الواقع اللي تعيشه الأمة وتعيشه الدولة شنو، الشيء اللي كان يمشي المجتمع ومشي الحكومة شنو. أكو قضايا يريد يلفت نظرنا إلها الإمام الحسين، هذه تولدنا قناعة أحبائي، تولدنا قناعة. لما يجي شخص اليوم يدرس عاشوراء ويقرأ كربلاء راح يقف على نقاط مهمة جوهرية. ليش غاندي يتعلم من الحسين؟ ليش؟ عبث؟ هيك يتعلم من الحسين؟ لا لبس أسود ولا لطام ولا بكى ولا زار ولا سوى كل ذني، لكن ليش يتعلم من الحسين؟ وقف على حقيقة وخضع لها فتعلم من الحسين. وهي ترى نقطة جدا مهمة تخلينا نفتهم هذه المسيرة وهذا الحدث فهم أعمق بعد أكثر، نمو مجرد نجلس نبكي نلطم نسوها الأعمال، لا، قضية بها إحياء. الإمام الصادق عليه السلام يقول احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ليش؟ سؤال سئلك، أنت موالي، أنت موالي الآن جاي باختيارك، قاعد بمحض اختيارك تحت المنبر، أهل البيت محتاجين أحد؟ لا، ما محتاجين أحد، هم في القمة، هم في الطاعة، ونحن في أدنى المراتب وفي معاصي وذنوب، أهل البيت ما محتاجين. هي النظرية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم. الله محتاج النصرة؟ لا، لا محتاج الصلاة ولا محتاج الصوم ولا محتاج كل شيء، بس يريدنا النصرة حتى ينصرنا. إن تنصر الله ينصرك. أمير المؤمنين يقول إن الله لم يستقرضكم من قل. ترى مو استقرضكم، هو ما عده، هو منينكم ذني، إن منه. لم يستقرضكم من قل ولم يستنصركم من ذل. ترى مو ضعيف واستنصركم، استقرضكم وعنده خزائن السماوات والأرض، استنصركم وله جنود السماوات والأرض. فيروس دزلنا ما ينشاف بالعين، وقف الكرة الأرضية على تكرجل، خلى الكل يضعف، الكل يذعن، فيروس ما يرى بالعين المجرد، فله جنود السماوات والأرض فلما استنصر، عنده خزائن السماوات والأرض فلما استقرض. يقول أمير المؤمنين ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فأهل البيت يمثلون الله، احيوا أمرنا، محتاجين نحيي أمرهم هم؟ لا، معركة بنص نهار، ماكو أي أحد، ولا تغطية ولا بث مباشر ولا ولا ولا، صار عمرها 1380 سنة وهي باقية كأنه اليوم، اليوم كأنه، كأن اليوم قتل الحسين، يوم العاشر عندما نرى هذه الملايين وهذه الجموع وهذه العبرات وهذه الدموع وهذه الصرخات، كأنه اليوم قتل الحسين، ما كأنه قبل 1380 سنة أبداً، حدث اليوم. ليش؟ هاي إن تنصروا الله ينصركم. فمن يقول احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، أكو حقيقة راح نوقف عليها. الملابسات والظروف التي أحاطت بعاشورة، وإلا الحسين كهوية وكشخصية وكعنوان سيد شباب أهل الجنة، يقول أشر بطر مفسد ظالم، لا يكون، بس يريد يلفت نظرنا لواقع الأمة، يريد يقول ترى حولي مجتمع وأمة وحولي دولة وحكومة هي تحمل هالصفات الأربعة، أشرا بطرا مفسدا ظالما. الآن أنت أعطيك فد مثال وجداني وأنتقل إلى النقطة الأخرى. الآن أنت تشوف التنافس على السلطة والتسابق في الدولة والحكومة، وصايرة ما شاء الله تقعد تفتر بالشوارع وتشوف، صخم وجهك وصير حداد، خلوا الناس في متاهة وتشويش واضطراب،
قام حتى لو أكو خير يرشح هم ننظر له بعين سوء الظن وبالعين اللي هي شنو مأيسين من عنده. واو، واحد يقول لآخر هذا شو راح يسوي هذا وسط هالفساد وسط هالانحراف، وهذا منو هذا، منين اجى؟ وتظل هاي الناس في هالدوامة ليش؟ للإحباط اللي ملأ نفوسها، لليأس اللي ملأ قلبها وسيطر على روحها. تشوف الواقع قدامك أنه من فساد إلى فساد ومن مشكلة إلى مشكلة، وكما يقول في الحكمة كالمستجير من الرمضة بالنار، هاي يطلع من نقرة يدخل في نقرة، هذا واقع قدامك. فالإمام الحسين عليه السلام يريد يقول أقروا الأحداث حتى تصير عندكم القناعة الكاملة، شنو المشروع اللي كان موجود وهذا الدم شنو سوى. احنا اليوم نختصرها ونختزلها بكلمة، نقول عاشوراء انتصار الدم على من؟ على السيف. شلون؟ شلون انتصر الدم على السيف؟ شلون الحقيقة انتصرت على الوهم والخيال؟ شلون الحق انتصر على الباطل وهو بلا ناصر ولا معين وما يوجد أحد إلى جانبه؟ شربت ماي ما انطوه لا إلى ولا رضيع، شلون انتصر؟ هذا يقول ادرسوه. أكو مشروع خطط إليه بنو أمية لأكثر من 50 سنة، 30 سنة نظرياً، 20 سنة عملياً، لأجل إرجاع الناس إلى الجاهلية وأن يحكمهم الجاهلية ويتنفذ في حكمهم الجاهلية. هذا مشروع ما شافته الناس، ما طلعوا عليه. ليش؟ لأن الناس تشوشوا في الرؤية، لأن الناس اضطربوا في التمييز. مسلم بن عقيل من الأمور اللي خذلت ثورته وأرجعتها إلى الصفر وهو قد ارتقى ووصل، هاي الفكرة اللي تداولها المجتمع، ما لنا والدخول بين السلاطين. هاي فكرة استولت على الناس قبل مقتل مسلم بن عقيل، سيطرت عليهم. وإلا مسلم بن عقيل من 12,000 إلى 18,000 كتاب وبيعة وناس خلفه، شلون يتبخرون بيومين ثلاثة؟ ما يصير هذا، هذا على أرض الواقع ما يصير أحبائي. شنو مجتمع يعتقل هاني ابن عروة عبيد الله بن زياد يعتقله، يطلع 1,000 سيف من مذحج، 1,000 سيف من مذحج يطوقون القصر، شنو بعد أيام تنعد على الأصابع يذب لهم جثة هاني ورأسه مقطوع ويجرونها بحبل ولا واحد من مذحج يطلع؟ أنت هذا تقتنع به؟ يعتقلون كبير عشيرتك تهد، تأخذ سيفك وتهد، سلاحك وتهد، يقتلون ظل قاعد ببيتك، هاي شلون المعادلة؟ ما يمكن هذا، أكو خلل، أكو نقص، أكو شيء مفقود لازم نوقف عنده. الإمام الحسين يقول تعال شوف المجتمع بأي شكل شنو حاله، عنده رؤية واضحة، عنده تفكير، عنده تمييز، قاعد يعرف الحرام منه والخير منه حتى يتقدم خطوة، قاعد يميز الفاسد منه والصالح منه حتى يرجع خطوة. شنو واقع الناس؟ هذا ضروري جدا، هاي أمور مصيرية، أمور إلها قيمتها في تحديد هوية الناس وتاريخ الناس وما يحكم الناس غدا. مو أمر عبثي أحبائي، مو أمر سهل إخواني. الإمام الحسين يقول تعال شوفوا شنو المجتمع، شنو تفكيره، شنو حاله، شنو واقعه، اللي أنا أضطر أقول لما أخرج أشرا بطرا مفسد. ليش الحسين يقول هذا الكلام؟ أي شك فيه؟ هل ممكن اتهام بذني؟ هل ممكن أنك تتصور الحسين ولو قيد شعر ذني كونا بي؟ لا، بس هذا واقع الناس، هذا تفكير الناس، هاي رؤية الناس، هذا الوعي اللي كان يحملون الناس. ما لنا والدخول بين السلاطين، الله أكبر. الحسين ويزيد تضعونه في مرتبة واحدة؟ الحسين تضعونه في منزلة في خط واحد هو ويزيد؟ وقبل 6 أشهر 180 يوم من واقعة الطف
الحسين في المدينة قال: نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة وأهل بيت الوحي، ويزيد فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، مثلي خط الحق لا يبايع مثله. هذا الحكي قاله بالمدينة وطلع ووصل إلى كل الناس. بعد 5 أشهر المجتمع وين؟ وين المصيبة؟ وين المجتمع؟ في الكوفة. أشد معارضة لبني أمية الكوفة، أكثر مظلومية في المجتمع في ذاك الوقت وقع عليها ظلم أهل الكوفة. يقولون: ما لنا والدخول بين السلاطين. الحسين عنده مشكلة سلطة، الحسين عنده أزمة يريد سلطة، وهو خرج من المدينة ويقول: لم أخرج أشرا بطرا مفسدا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي. وفي نفس اليوم الذي خرج من هذا، التاريخ يوثق، شوفوا الصحاح ترى نقلت هذا الخبر، هاي الكتاب الذي يحمله جمهور المسلمين نقل هذا الخبر، أنه كتب سطر واحد لأخيه محمد بن الحنفية، قال له: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. أكو واحد يحكي هاي الحكاية يريد سلطة؟ أكو واحد يتكلم هاي الكلمة عنده هدف دنيوي؟ أشر بطر مفسد ظالم؟ وين كان تفكير الناس؟ إيش قد مهم لعد التمييز عند الناس أن يميزون بين الخير والشر، بين الحق والله المجتمع إذا فقد التمييز أتفه ظالم، أتفه وأصغر طاغي يسوي الناس تقول يلعب بيه، يضحك عليهم من الصبح إلى الليل. ليش؟ ما عندهم تمييز. ما لنا والدخول بين السلاطين. ليش؟ مسلم بن عقيل خذل، هاي الفكرة سيطرت. إيش ولدت؟ ارتقى المجتمع بعد أكثر. شلون ارتقى؟ الحسين يوم 10 أحبائي اقرأوا شوية مع المصيبة تمعن، المقتل يراد لتفكير: لماذا تقاتلونني؟ تطلبوني بدم؟ لا. تطلبوني مال؟ لا. تطلبوني عرض؟ لا، ما بيناتنا طلب وياك. زين، اتركوني أذهب إلى مأمن من الأرض، هاي اليمن أروح لها، هاي بلدان الله، هاي الأرض العريضة خل أروح لها. سكتوا. قالهم: سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا زيد بن أرقم، سلوا فلان، شخصيات سمعوا: ألم يسمعوا من جدي رسول الله أنه قال في وفي حق أخي أننا سيدا شباب أهل الجنة؟ شلون احتجاج؟ احتجاج راقي. ماذا أجابوه؟ أجابه ابن الأشعث الذي أخوه اشترك بقتل مسلم بن عقيل، قال له: انزل على حكم ابن عمك. قبل شهر ايش كان ينادي المجتمع؟ شنو نداء كان وخذل مسلم بن عقيل؟ ما لنا والدخول بين السلاطين، يعني ما فهموا: لم أخرج أشرا بطرا مفسدا ظالما. إذن مطمومة، عين عليها غواش. تدري أنت الغافل، الغافل قل لي، قل له نص الأربعة شقد؟ ما شي شنو الفكرة اللي بباله يجاوبك، يجوز يقول لك 6 لأن ما منتبه، فيقول لك شنو؟ ما يعرف. يقولون في المنطق: البديهية تضيع على الغافل، ما منتبه، غفلة عنده. شلون إذا غرق لك الناس بالغفلة، غرقهم بالغفلة، وين ينتبه؟ هذا من جانب. الحسين لفت النظر إليه، شلون يقولون للحسين انزل على حكم ابن عمك؟ أحبائي، عبيد الله بن زياد أبوه منو؟ زياد ابن أبيه. ليش يسموه زياد ابن أبيه؟
أبوه ما يدرون ياهو، وهي مصيبة. القرآن يقول ادعوهم علما لآبائه. هذا من تصيح له باسم أبوه عنوان حليت مشكلة شرعية اجتماعية نفسية أخلاقية. يسمونه زياد بن أبيه، ليش؟ لأن أمه كان بابها مفتوح 24 ساعة شفتين، فما ينعرف أبوه ياهو، أبوه منه ما يدرو. زين هذا زياد بن أبي، هذا عبيد الله بن زياد، هذا خلوه طاعة إله، امتثال إله، والحسين شربت ما يمانطوه. هذا يعني شلون نقيمه أنا وياك؟ اضطر الحسين أن يتكلم هذا الكلام. ترى المعصوم ما يقول هذا الكلام إلا مضطر. ليش؟ لأن يريد ينبه الناس، الناس رايحين بعيد. ألا أن الدعي ابن الدعي، ما إلى أصل، ما إلى فصل، ابن زنا نستجير بالله ناظر، يتحكم بالناس. قد ركز بين اثنتين، هاي وصلت القضية. انزل على حكم ابن عمك. طالبهم الإمام الحسين مطالبة أخرى، وهي مطالبة إذا أريد نصنفها عقلاء، يعني يحكوا يا عقلاء، كون إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فعيشوا أحرارا في دنياكم. هاي الكلمة يمكن ما نقدر نغطيها أحبائي كاملا الليلة، يعني يمكن باكر نوسع بها أكثر، بس ألفت نظرك إلى ثلاثة. واحد، الحر الحسين إيش قال له؟ صدقت أمك إذ سمتك حرا. ليش؟ منتقل من الباطل المن إلى الحق، الرؤية عنده واضحة، ميز، انتبه، شاف، رتب أثر. من علم فهم، ومن فهم أبصر، ومن أبصر اعتبر. يقول أمير المؤمنين ذن مراحل أربعة: علم فهم، ومن فهم أبصر، ومن أبصر اعتبر. اتعظ، خلص يتعظ ويرتب أثر. عيشوا أحرارا في دنياكم، صدقت أمك إذ سمتك حرة. مسلم بن عقيل إيش قال؟ هذا المثال الثاني، انتبه له: أقسمت أن لا أقتل إلا حرة. مو عبث الكلمات هذا أبدا، مو عبث. زيد ابن أرقم من سمع عبيد الله بن زياد بالكوفة يخطب ويشتم الحسين ويرفع من شأن يزيد، إيش قال للناس؟ قتلتم الحسين وأمرتم ابن مرجانة، أنتم العبيد بعد هذا اليوم. يعني ماكو حرية، الحرية الصحيحة مو الحرية اللي أنا وياك فادقينها بالشارع، مو الحرية اللي أنا وياك مخربطينها بالدولة والبرلمان والحكومة، لا لا، الحرية الصدق، الحرية المتزنة، الحرية العقلائية، الحرية اللي فاهمها الإنسان صح. فلماذا قال لم أخرج أشيرا بطرا مفسدا ظالما؟ يريد يقول ترى المجتمع الرؤية عنده منعدمة، ها هي يشوف صورة خلاص يرتب عليها أثر، شي يشوف شي يسمع يرتب عليها أثر، لا عدة سؤال، لا عدة تمييز. هاي مشكلة أولى شخصها الإمام الحسين من ضمن ملابسات الأحداث والظروف. بعد المشكلة الثانية أحبائي، انتبهوا، صلوا على محمد وآل محمد. لخصت بكلمة قالها الفرزدق للإمام الحسين عليه السلام عندما سئل الفرزدق عن تقييم الناس، موقف الناس شنو، ماذا تركت وراءك يا فرزدق؟ احكي لي الناس شنو واقعهم، دورهم، وظيفتهم، حالهم، أريد أرتب أثر حتى أشتغل. قال سيدي الناس قلوبهم معك، يعرفوك، يحبوك، يبكون عليك، قلوبهم معك. قال له وسيوفهم عليك. هذا ما إلى قيمة أحبائي، ما إلى قيمة. بنو إسرائيل كانوا يعرفون فرعون باطل وموسى حق،
شي يقولوا له بالقرآن من صارت المواجهة؟ اذهب أنت وربك فقاتلا. روح أنت والله تعارك، احنا هنا قاعدين، خلصوا عركتكم وتعالوا تعارك ويا فرعون، فضها ويا فرعون، احنا هنا متانينك. هذا منطق مؤمن، هذا منطق مناصر، هذا منطق يخذل الباطل. اذهب أنت وربك. ليش؟ ما عنده إرادة لا ينصر الحق ولا يخذل الباطل. هذا يؤذي، يؤذي هذا، كل شيء يؤذي هذا. أنا عرفة باطل، فاسد، منحرف، مو خوش آدمي، ما أخذ له. وهذا عرفة زين، خير، سبع، بطل، ما أنصره. شنو هاي؟ شو وين تحط الإنسان هذا؟ وين تخليه؟ إجا واحد وقف قدام أمير المؤمنين، أمير المؤمنين على المنبر، ومن خلص أمير المؤمنين كلامه على المنبر، تدري اليوم العلماء، طه حسين هذا عميد الأدب العربي، زكي مبارك هذا أستاذ في الأدب العربي، كلهم ذول المتأخرين عندهم كلمات رائعة. زكي مبارك يقول: من كان يريد أن يكون له شأن في الحياة فليقرأ نهج البلاغة. يريد يصير براسه خير خليه يشوف حكي علي بن أبي طالب. ذاك يقول: كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. يعني جوا كلام الله فوق كلام الناس. علي من يحكي بعد خلص كلامه التفت لهذا يقول له: هذا الكلام عليك لا لك يا علي. شلون جرأة؟ ساعة عم احنا نقرأ ساعة على المنبر، الناس تخلص تبكي، العدة سؤال ورا المنبر، ما يقوم واحد يقول اسكت لا تحكي وترى هذا الحكي مو صح، ما حد عندنا قداسة واحترام، مو جاي يشوفون. تصور يوقف وسط الناس ويقول للأمير المؤمنين اسكت، هذا الحكي عليك مو إلك. جاش قد جريء هذا؟ هاي مو شجاعة، جرأة. تركوا فرق بين الجرأة والشجاعة. هاي مو بسالة، هاي حش الحضور صلافة. وهذا يعني يعلم علي الحكي بوي. هذا راح اقول لك يا منو يعلم امير المؤمنين الكلام هذا؟ منو هذا؟ هذا لان منافق، لان جريء، هذا الاشعث ابن قيس. يقول له: يا علي هذا الكلام عليك لا لك. يقول: اخفض اليه بصره. باوى علي امير المؤمنين، دنق عليه، قال: حائك ابن حائك، منافق ابن كافر. خلص لخصها أمير المؤمنين. هذا شي يسوي بالناس؟ هذا شي يسوي بالمجتمع؟ هذا شي يسوي إذا سمصار بين الدولة وبين الشعب؟ شي يسوي هذا؟ هذا من عنده شقد يتلاعب بالعقول ويتلاعب بالناس ويتلاعب بالمقدرات. فالقضية أحباء الإمام الحسين لفت نظرنا إليه، يقول: تعالوا شوفوا حتى لا تقعون في المطاب، حتى لا تقعون في المشاكل، حتى تشوفون ليش الحكمة تقول: ما أشبه اليوم بالأمس، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. قد ندري هذا أبوي وأمي تعبوا علي، وبكل دقة قلب حس أمك وياك، صوت الوالدة يهز الشرايين. أمك هاي أمك غذة الروح، وما يحتاج أقول لك بالبراين. وحقك مرات أروح لبعض الأمهات الآباء، أزورهم كمرضى، أزورهم كعلاقة صداقة، أزوره صير لي سبب في زيارته، ألقاه مريض، أوف والله توجع القلب، ألقاه مريض وبأشد حال، أقعد يمه أونسه أسولف وياه، أخذ له تربة الحسين، أقرأ له فر الدعاء، أوصيه. يقاطعني بعضهم يقول لي: لا تنسى أولادي من الدعاء. أنت مريض؟ أنا جايك أنت مريض بحال تعبان، حال شديد. يقول لي: أولادي كثير من عندنا يعرف أبو أمه حق، بس نظلمهم،
ليش نظلمهم؟ هاي الإرادة، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، حتى الإنسان يعرف الخلل وين. كثير من عندنا، يعني بدي أقولها بصراحة شوية، يمكن الرجال أنتم الضوجون من عندها، بس لازم تتقبلوها من المنبر مو مني. والله مرات الرجال ما ينحمل، أي والله ما ينحمل، تتحمل المرأة الطيقة، تقول عبدة بين يديه، جارية عنده، تقول هو شوف كأنه سلطان إمبراطور، بس ينصفها، ينطيها حقها، كلمة طيبة يسمحها، كلمة طيبة يعفو عنها، يسامحها، يداريها، هذا كله ليش؟ هي إلها حق. بس شوف الإنسان هنا بإرادته، مثل كثير من عندنا يسمع المؤذن ما يقوم للأذان، يدري غيبة ما يمتنع من الغيبة، هذا كله ضعف الإرادة يورط الإنسان بالذنوب ويخليه لقمة سهلة في إبليس ويد إبليس. فالإمام الحسين يقول لازم تخلي دراسة للمجتمع وتخلي دراسة للزمن وللدهر. أمير المؤمنين يقول اعرف الزمان تعرف أهله، ما يحتاج كل ساعة حاط لك واحد بغربيل، حاط لك واحد باختبار، لا اعرف الزمن، الزمن ايش بيه، منو يحكمه، منو يقوده، منو يوجهه، منو مسيطر عليه، اعرف الزمن تعرف أهل. الحسين يقول لم أخرج أشيران، الحسين عاد شكو من خلل، الحسين يقول لم أخرج بطراً، عاد قد أكو من ظلم، الحسين يقول لم أخرج مفسداً، عاد قد أكو خلل، الحسين يقول لم أخرج ظالماً، شنو الموجود في المجتمع؟ فأكو مشروع، مشروع ضخم ومشروع كبير، بس الحسين أبطل مفعوله، الحسين أفشل هذا المشروع، إرجاع الناس إلى الجاهلية، إرجاع الناس إلى اللا إسلام، إرجاع الناس إلى اللا دين. ليش؟ لأن بداخل بني أمية كانت عقدة لازم يقضون على الإسلام، أكو ناس بداخلهم عقدة، لو تشعل العشرة الشمع ما يريدك شريك ويا بالسلطة، ولا يريدك ويا شريك بالمجتمع، ولا يريدك ويا بس تصير عقدة منك هنا، عقدة تاريخية، عقدة متجذرة، عقدة موروثة، عقدة أزمة بداخله، لو تصير نبي ما يريدك بعد، لو شو تصير ما يريدك. فبني أمية عندهم عقدة ضد الإسلام، عقدة مستحكمة، عندهم أزمة ضد أهل البيت. يأذن المؤذن، معاوية يصيح إيه يا ابن أبي كبشة، يزمخ يصيح بصوت عالي، الناس تسمعه. لما يأذن المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يتأذى معاوية، يتأذى معاوية من المؤذن يصيح باسم النبي، شي يسمعونه يردد إيه يا ابن أبي كبشة، ما ارتضيت إلا أن يقرن اسمك باسم الله، ما ارتاحيت إلا يصيحون باسمك يوميا 5 مرات، شنو من أزمة عدي؟ إيه يا ابن أبي كبشة، يقصد النبي أبي كبشة، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأزمة عنده، معضلة عنده. الإمام الحسين أفشل المشروع الأموي. زينب سلام الله عليه في الجزء الآخر من الثورة، سبيها والإمام زين العابدين أبطلوا التزييف، بينوا للناس أكو زيف، ترى مو دين هذا، مو صلاة هذه، مو صوم، مو حج أبدا. فلذلك 30 سنة كانت نظري من 11 للهجرة إلى 40 للهجرة، كان بها تربية نظرية وإعدادات نظرية كثيرة لبني أمية، لكن من 40 للهجرة إلى 60 للهجرة هي الفترة التي تسلط بها معاوية على المال كان بيده، والسياسة كانت بيده، والإعلام كان بيده. ذني تلافت نغطيهن باشر بالتفصيل عند الوقوف في بعض المحطات، لكن شوفهم يعني صبوا حقدهم كله على أهل البيت،
الإمام زين العابدين يقول أحرقوا الخيم، هجموا أحرقوا الخيم، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهير. يا ناس، هذا هاي الطفلة اليوم كاتبين بالصيدليات للأطفال يوجد لدينا جهاز لثقب الإذن. ليش؟ هاي الطفل يتأذى، تلبسه تركية، تنزعة تركية، يتأذى. جايبين له جهاز طبي يثقبونها ويلبسونها على كيف، ومرات أهلنا قبل يحطون خيوط مدة من الزمن. ليش؟ الطفل يتأذى وهاي البت تأذى. زين، قل لي هذا يجر التراشي جر من أده ودم يطلع دم. تقول له ارد اسولف لك يا زاجي، يا حسين يا حلو المحاجي، بويا ترى بنيتك ترى شبعت بواج، بويا حسين حسين بويا ترى وقع دم ولحم ويا التراشي. هذا لما انهجم مش قد حاقد على آل البيت؟ يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة عجبتني. شفت يا حميد بن مسلم؟ يقول الخيمة محترقة وهي بداخل الخيمة، الخيمة والجنار وهي بعدها بالخيمة ما تطلع. انتم مش تعرفون المرأة من يشوف النار شي يصير بها، شي يصير بحالها؟ يقول إلى أن استغربت أكثر شفت النار وصلت إليها، النار وصلت لعبايتها، النار وصلت الثوبها. قلت ما بها هذه المرأة؟ ألديها مجوهرات؟ عدها فلوس جوا؟ شنو عدها بداخل الخيمة؟ فأتيت إليها بعد أن وصلت النار إليها، قلت أمة الله النار النار. قالت يا هذا لنا عليل في هذه الخيمة، عندنا رجل عليل في هذه الخيمة لا يستطيع القيام. جلست عند مولاتنا زينب والخيمة محترقة، قالت عم خبرني ما الذي كتبه الله علينا؟ شنو المكتوب عمه؟ نبقى بالخيم تحرقنا النار؟ نطلع؟ خبرني، انت إمام معصوم، أبوك وقع، القوم هجموا عليه، شنو المطلوب؟ قال عم زينب، عم زينب فرنا على وجوه كنا في البيداء. آه يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة. يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة. هاي تقوم هاي تطيح ذيك تقصد الهيمة. فران الله أكبر فران، لكن بيا حيال من طاح الفئل ولي فران. من وقع الحسين كل شنتا فرن، لا جنب يا حال من طاح الولي فرن، وبذاك الفلا مولاي ظلن غدا يفترن. أرد وقفك وقفتين هالحاجة هذه، وين زينب راحت للحسين؟ لقتها بنت أخوها سكينة. ها عمه وين كنتي؟ تقلها تعنيت للمعركة بهمه، والله بهمة، ودور يا عم على ابو اليم. انا لقيت على جسم القوم لما تدنيت حسب على رد شمة، ولن الشمر واقف يا عم. شلون حال هذا؟ شلون وصف هذا؟ يا بحليب امي عليك. شنو من شافت من مناظر؟ شلون شافت الحسين باي حال؟
بحلي يا بامي عليك بطل الونة ورفس رجلي. هذا المنظر تشوفه، هذا التالي، الله شلون حالها زينب. يا حسين لا تنشرب الروح لشريك، ولا تنفد بالعمر لفديك، خويا انا وين اضمك وين اخليك. عاد هنا الحسين جاوبها: زينب اخي لقد زدتي كربي كربا، أخي زينب لقد زدتي ألمي ألما، ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال، تقل لنا بروحي لباري لك عيالك. خويا يا أبو علي يا خويا، وبعيني لسكت لك أطفالك. بيت الدعاء هذا، بيت الدعاء، هاجن الحراير مله بالنار، هاجن ولعت جسمك يا ابو السجاه، هاجن خويا العقل من شبه النيران، هاجن العدو فرهود صاحوا بالثني. ارفع لي ايدك، ها ارفع لي ايدك، نقرا عاشوري، نقرا عاشوري شويه شباب، ايديكم تربيه مجالس. هاجن الحراير من لهيب النار، ها ايه اي والله هاجن هاجن، ولعت جسمك يا ابو السجاد، لعت جسمك يا ابو السجاد، ها العقل العقل من شبة النيران ما بقى. والله هاجن هاجن العدو فرهود صاحوا بالثنية، يا العدو فرهود صاحوا بي، الثنية. إلهي بمصيبة الحسين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، اللهم بمحمد وآل محمد عجل لوليك الفرج.